ثرو معمول ناحيه اليمين، مفيش باك شمال، مفيش باك شمال بيغطي في الجول الاولاني، مفيش باك شمال ضامم، الكلام ده مش متواجد خالص. وده على فكره مشكله بتواجه النادي الاتحاد في ماتشات كتيره جدا اللي فاتت، كل ماتشاته كده، في كل ماتشات الباكين بيزيدوا بشكل قوي جدا. نسمع من كابتن محمد عمر على التليفون. وما بيرجعوش بـ 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 طيب معايا على التليفون كابتن محمد عمر مدير فني نادي الاتحاد. مساء الخير يا كابتن محمد. سيد مساء النور، ومساء النور على الكباتن الكبار، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا كابتن. وحضرتك طيب. تحيات كابتن حلمي، كابتن حماده، كابتن اسامه حسني. كابتن محمد عمر، يمكن انت جاي من فوز من الاسماعيلي، كسبان الاسماعيلي فوز طبعا مستحق. النهارده بتواجه المصري، صعوبه اللقاءين كبيره جدا، بتلعب انديه شعبيه. النهارده كمان يحسب لك ان انت لحد الدقيقه 94 او 95 بتلعب كره هجوميه كبيره جدا. الشوط الاول كان متساوي او متوازن ما بين الفرقتين، وقدرت كمان ان انت تنهيه بفرصه زي ما شرحها كابتن حلمي من شويه عن طريق السيسي ومحمد ناجي جده، كورتين في العارضه في اقل من نص دقيقه. الشوط الثاني في 3 دقائق، يعني 3 اهداف، لكن يحسب للاتحاد بيلعب لحد اخر ثانيه، بيلعب لحد اخر لحظه. حاجات كتيره جدا جدا مميزه للاتحاد يا كابتن محمد عمر السنه دي. ما فيش شك طبعا يا كابتن سيد، يعني هي انا كنت متوقع المباراه عصيبه جدا، وقلت للعيبه هذا الكلام. كان في اندفاع بدني كبير جدا، كان في عصبيه بشكل مبالغ على كل المستويات، يعني سواء داخل الملعب او خارج الملعب يعني. وبالتالي كنت على قدر الامكان بحاول اللعيبه تبقى هاديه في الملعب عشان تفكر، لكن يعني الوضع فرض نفسه، وبالتالي المباراه يعني فنيا ما كانتش عاليه قوي، غير يمكن في اخر 20 دقيقه احرزنا فيهم هدفين، والمصري هدفين يعني. لكن هو انا يعني من وجهه نظري ان الحقيقه المباراه يعني هي عادله، النتيجه الى حد ما عادله يعني، ما كانتش فنيا عاليه قوي، لكن حماس واندفاع بدني كان كبير جدا يعني. زي ما قلت حضرتك الحقيقه يحسب لعيبه نادي الاتحاد السكندري، هم لحد اخر لحظه عندهم احساس وتصميم على التعويض، وربنا كافئهم. لكن عايز بس أنا يعني انوه على النقطه، الحقيقه احنا يمكن اللعيبه يعني انا مشفق عليهم، 4 مباريات الحقيقه كانوا اقوياء جدا، دخل فيهم مباراه الترجي الاولانيه، زمالك، مقاولين، اسماعيلي، مصري. فإلى حد ما يعني بشكل عام احنا الامور بالنسبه لنا يعني راضيين عليها بشكل عام، يعني هنبدا نفكر في مباراه الترجي ان شاء الله. طيب الترجي امتى يا كابتن؟ يوم 2/9 بالتوفيق. طيب هل استفدت من النقص العددي اللي في المصري رغم ان هو كان متاخر، استفدت منه ولا لا؟ لا اكيد ما استفدناش، لان اعتقد ده كان اخر نص دقيقه او دقيقه حاجه زي كده يعني، فما كانش في وجه استفاده يعني. ما كانش في وجه استفاده. طيب في حاجه سيد طبعا يحسب للكابتن محمد عمر ان بعد النتيجه الثقيله بتاعت مباراه الزمالك قدر يجمع الفرقه ثاني، الحته طبعًا النفسيه دي مهمه جدا. كان طبعًا بعدها مباراه الترجي تعادل، والاتحاد السكندري ادى برضه مباراه كبيره، مباراه الاسماعيلي فوز، النهارده قدام المصري. برضه من الحاجات الايجابيه اللي انا شايفها في نادي الاتحاد في حته حراسه المرمى، النهارده كان الاول الاعتماد على هاني سليمان، بعد ما كانش موافق مباراه الزمالك الدفع بالزنفولي في مباراه صعبه جدا، هي مباراه الترجي، ويعتبر مباراه دوليه بالنسبه للزنفولي اللي جاي من الرجاء، كان الخبرات لسه قليله، ادى بشكل كويس جدا مباراه الاسماعيلي ومباراه المصري، فدي حاجه تحسب برضه للكابتن محمد عمر والجهاز الفني. طبعا. طيب كابتن عمر، انتوا مسافرين امتى ان شاء الله؟ رحمن تونس باذن الله يوم 30. طيب طبعا يعني الاجواء هناك الناس هتقابلكم على احسن استقبال، انا عارف متاكد من ده، لكن كمان خلي بالك هم يعني خارجين من مباراه الاهلي، فاستعدادهم هيبقى قوي جدا، خلي بالك من ده. ما فيش شك طبعا، وفي النهايه احنا بنتكلم على فريق الحقيقه عنده خبرات عميقه وكبيره جدا، فريق بطولات، لان هو حتى مباراه الاهلي هو ضامن الوصول يعني، وبالتالي يعني الموضوع لا يستحق ان الامور تبقى يعني مشدوده، لكن هو في النهايه احنا عايزين نطلع بنتيجه ايجابيه، هو عاوز يوصل لدور 16، في النهايه ان شاء الله يعني يقدم مباراه طيبه، بعد كده بتعد للدوري العام ان شاء الله. بالتوفيق كابتن محمد عمر المدير الفني باذن الله، ربنا يوفقك لنادي الاتحاد. اتفضل يا كابتن، كنت بتكلم على الطرفين. الطرفين.